في قضية أن في إنسان يعني عنده بنى عمارة. أيوة. وكل إنسان أن يأجر هذه العمارة. أيوة. فجال مستأجرين 2 3 4 عشان يأخذون العمارة كلها يأجرونها. إيه. الوكيل قال أيوة يعني عندما أنت تأتي قل إذا تدفع لي مبلغ معين من المال وأعطيك العمارة وأجرها عليك. يعني مبلغ من المال لجيبه هو. نعم اللي هو نعم. إيه. فيجوز أعطي وأخذ العمارة؟ ما يجوز. إلا بعلم صاحب العمارة. وعلم صاحب العمارة. أيوة. يعني بعلم موكل لذاك الوكيل. نعم. إيه نعم. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليرتين ونص بجود أخذ منه 3. الله أكبر. يا شيخنا الجيش عندنا هنا اللي بيشتروا بعض المواد يعني كالسمن أو يعني الأشياء المواد الغذائية أو كمحلي بيشتروا عندنا بعض الغيارات الداخلية والفانيلات. هذا سابقا قبل ما الله يهديني كانوا يجي يشترون عندي مثلا فتطلع 10 دنانير يقول له اكتبها 11 دينار يدني نفس إلى دينار. على عدم علمي بالأشياء الشرعية كنت أرفض شيخنا أقول له لا ما أبيع ما أعطيك إلا وإلا ما أبدأ أبيعك. هيك عايشين الناس وأصبحوا شيخنا طبعا من وراء الله أكبر. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.